أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي إرباح معنا، هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد منتصف الليل عبر قناة الوطنية. طبعا برنامج إرباح معنا هو برنامج مسابقات، برنامج تعتمد أسئلته على الصورة، هذه الصورة تحكي بعض ملامح هذا المجتمع سواء كانت الثقافية أو الاجتماعية أو التاريخية. إذن لهن رحب بكم، بما أن تأخرنا شوي ليلة مولي نعتذر عن التأخير، وعندنا ليلة مولي رقم جديد، ما هو الأرقام اللي البارح وبرحتلولة 33 33 66 15. هذا الرقم اللي نستقبل عليه اتصالاتكم ومكالماتكم وجميع بعض اتصالاتكم من الوطن ومن خارج الوطن. وذكر بأن هذا البرنامج هو برعاية من الوطنية، مصنع الوطنية للألبان وشركة شنغيتل للاتصالات، وبأن طبعا الجائزة قدرها 10,000 من الرصيد مقدمة من شركة شنغيتل للاتصالات. ورحبوا بكم من جديد، وعلى بركة الله نبدأ المسابقة الليلة. ورانا الليلة عندنا ضيفة مهمة جدا ليتحدثنا عن ذاكرة الصور، الصور فقط هي التي تتحدث في هذه الليلة. إذا قبل أول اتصال معنا ليلة، أعطوني اتصال، تفضلوا تفضل مشاهد، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صوت ماني سامعته. معكم فاضل عبدو. توما الصوت ماني سامعته. مدينة ماليو. إذا لهنا قطعوا راي ثمان، نعود للصلاة نسمع الاتصالات ونقبضوا فاصل إعلاني، يعطينا فاصل إعلاني راسين ونعقب نقبض اتصالاتكم على قبرك. ياك نعود سامع الاتصالات. الحليب سر الحياة، يأتيك طازجا من المراعي الوطنية لمنتوجات الألبان طبقا للمواصفات الصحية العالمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، نحن نصنع التنمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، جودة تستحق الثقة. شنغيتل تتمنى لكم صوما مقبولا وكل عام وأنتم بخير. الصوت اللي ما نسمعه هون يسمعوها لهم هك. تعطوني اتصال، اعطوني اتصال جديد، والرقم رقم جديد الليلة. يعطيكم تحصل الشاشة هي التصوير، ما تصل الأرقام الماضية. تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا. تفضل مشاهد. السلام عليكم. تفضل مشاهد. معي شاري الجلباز. الو الو. تفضل مشاهد. ماني سامعش. سؤال شنو؟ الو. إذن هذه صورة نبتة موريتانية معروفة، نختارك تعرف لي الليلة وتقول لي شنو هي.
هذه أمير صورة عد اللقان. تسامعني؟ ايه سامعك بعد قلت لك لي أمير صورة عد اللقان. ها؟ ايه سامعك بعد؟ ايه وهل انك تعرفها؟ هنا هاي ما هو دلقان دلقان صوته ماني سامعته حتى. هذه ما هي ايش؟ ما هي ايش؟ دلقان دلقان دلقان. لا 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 عليهم وبعد عليهم وقال ما هي اذا اتصل بيها مره اخرى. اتصل بيها مره اخرى. اتصل بيها مره اخرى ولهنا قبض اتصال اخر للاسف. ما هي دلقان عليهم هذا. تفضلوا. ألو. تفضلوا. دار الصورة. نعم. دار الصورة. أعطوها الصورة. كبروا لها النبتة. هاي نبتة شائعة جدا في الغطاء النباتي الموريتاني وعندها اسم معروف. هاي تشوفيه هو اللي ينبت فيها. ينبت نقر هذا النوع من نوع من الثمار ونختار نعرف هي شنهي. هي تقادة. اسمها تقادة. تقادة تقادة. لا 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 اطلاقا اطلاقا. ونقبل اتصال اخر ان شاء الله. نجبر اتصال اخر. طبعا هذه نبهه من ضمن الاسئله اللي يطرح البرنامج اللي يحاول انه يعطي صوره عن الغطاء النباتي الموريتاني والبيئه الموريتانيه المختلفه. يعرف ثمارها وعرف باشجارها فوائدهم المعروفه العلميه والطبيه والصحيه. طبعا هم بعض من الثمار المشاك حد انه عنده فائده ولكن شاك حد انه يعملوا ما هو الحيوان والله لا موجودته في الغطاء النباتي. انا عندي ضيفه الليله وضيفه قاعده هكا اللي تجاوب على الاسئله. شاك انا على الهواء ساهي. اذا انا شنو لا 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 اذا نقبل. تفضل تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ماني سامعش للاسف الشديد. نعم تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ما شاء الله الحمد لله. صوت جايني من هوك. تفضلوا. شفت النبتة؟ قالوا تمام؟ النبتة شفتها؟ ايه هاو ثمار النبتة ما هم عودانها ولا هم سقانها. تقدر لا تشوف معاهم؟ شوف كان ما هو أه؟ ما هو خرب؟ ما أنا الله ما هو خرب. هو ما هو خرب هو عليه أمه يقر ما هو هو. ما هو خرب؟ لا 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 لا. ما هو خرب قبل جاء؟ أنا الله ما أنا الله مرحبا فيك وسهلا. مرحبا وسهلا. اذا طبعا هذا اذا للاسف نقبل اتصال اخر. نقبل اتصال اخر وما زالت معنا النبته. نبته الليله وهي من الغطاء النباتي اللي ياكل الحيوان. اللي يسهل عليكم شوي ومتعرف عليها تعرف عليها الانسان ايضا الموجود على هذه الارض وتعايش معها ياسر من الزمن. تفضل تفضل. تفضل مرحبا بك وسهلا. تفضل مشاهد. نعم. وتراعي في النبتة قدامك والسؤال مطروح ما هي هذه النبتة. والله لا حق. وألف ألف مبروك. لا تقطع تتارك أنت خسرتيها. هذه تتارك فعلا ولا تقطع. لين تقبل رقمك الكنترول وفزت معنا بجائزة مقدارها 10,000 من الرصيد مقدمة من الشنقيتال ومدوبلة. كانت قاعدة مدوبلة 200% معناها كانت تجبرها 30,000. ألف مبروك. وطبعا شكرا لاتصالك. طبعا واضحة تتارك طبعا من الغطاء النباتي. ياك مقطع متصل خط. ياك مقطع. إذا نتمنى نعود الخط مقطع لين فاتوا قبل الأخوة رقمك. لحد الساعة الأرقام اللي اتصلت بنا كاملة جبرت جوائزها. إذا جيد قال لي بأن قبضت الرقم جيد. ما أصلحتي ما أصلحتي. طبعا تتارك هي من الاشجار الموجوده على ياسر على ارض الوطن. وهذا الثمار اللي تشوفوهم ثمار
ملسه يقال ما نقرا ما نقرا دريغان ولا نقرا هالشيء عدتو تعرف ما قاعد تعرف تترك اكثر من اللي تعودوا نقرا هالشيء كيف الحرير والله كيف تقول انه الوبر وبر الحرير والله والله تقول انه كيف كيف الخيوط ما هم اللي الخيوط كيف كيف لاكي الحرير كي شوي كي الحرير يتخايط ولين تطيب الثمره حتى اللي هي هذه الثمره تتفتح وهو اللي يطير يحمل ثمرتها تشوفوا الشي طاير عليهم الرتل والله عليهم شوي طاير في الهواء ذيك ثمرتها هي باذن الله يتفتح وتطير ثمرتها وتجي وتمشي في الهواء ولين يجي المطر تنبت وهي بلا اشواك ملساء وعندها استخدامات للناس الاولى كانت تستخدمها في ياسر من الامور احنا ما نعرفوها احنا تتاركارك ما نعملي لها توكلها لبلعيات تعود وفيها زهر زهرها هذا عنده رحيق كبير حتى في ياسر من رحيق زهرها يخلق دائما في مارس احيانا يتفتح في مارس زهر عندها زهر اصفر وتتارك بعض الدول استفادت منها حديثا بانها قبلتها وعادت تعيد زراعتها واصلا كانت ترسم حدود بين المناطق وبين الامور كامله بها اللي تفوت كدام السنة هي حية لذلك كانوا يرسموا بها الحدود وتلقائيا لا ينجي المطر يمشي ينبت ذاك الثمر وطبعا ملساء ما فيها شوك ما فيها شيوذي ما فيها سبة وأحيانا توكلها البل وأحيانا تعملها الناس مولي وتتارك هذه من أول اللحة اللي أملس اللي مبينة الورقة دي الفوقانية شفتوه والتحت فيها يعدلون من الخيوط هو اللي يعدلون من الحبال المتان قديما وكان وصل العليات القديمات في الزمن الأول يعدروا منها ضفاير يديروا عليها الحجارة الكريمة وعدروا بها سينتير في الوسط نطاق يديروا العليات أصلا معروف ذاك أنه أصلا وتعدل بها أصلا العشش ومولي أيضا شعليه متيكات يحزن بها وللأسف أنا ما أجبرت حد قبالي أعرف استخداماتها عند المجتمع الموريتاني قد جمعت لكم معلومات عنها عامة في المناطق الأخرى والدول الأخرى الموجودة طبعا ينقالها المرخ باللغة العربية ينقالها نبات المرخ نبات المرخ هذا معروف بأنهم هم منطقة في البحرين وسمي عليه ينقالها المرخ وأيضا عنده عسل عسلها يعدل منها عسل لا يقل أهمية عن عسل السدر اللي زاد هو مهم جدا موجود مهم جدا وبعض كيف ما قلت لكم كيف الإمارات استعانوا بها أيضا بأنهم عادوا يعدلوا منها الأحزمة الخضراء تعود تعطي منظر للدولة منظر باطل المنطقة اللي هي مزروعة فيها بالإضافة أنها ما فيها شوك ما فيها شيوذي ما فيها سب واحدة وتتكاثر هي تلقائيا كيف ما قلت لكم بها اللي تتفتح هاي ذلك الشيوذ تقول أنه كي الخروب يتفتح يمشي منه شي كيف الحرير والله شي كيف الخملة تمشي منه ذيك تحمل ثمارها مباشرة لينجي المطر تنبت أيضا من جديد إذا هي مستعدة تمنع زحف الرمال وتمنع كل شيء الغريب إن عند العالم الآخر استخدم ياسر من الاستخدامات بأنها هي تعمل كورقها يعمل تعمال إحنا ما نعرفه ما نعمله به وعمل كبهار والله زاد هم اللي يعطي نكهة للطعام وخصوصا وجبتين معروفات في المشرق واحدة ينقالها المندي واحدة ينقالها الحنيض المندي هذه نوع من اللحم يندار بين سيخاته تتارك ورق تتارك يندار بين سيخاته ينشوى في الأرض وأحيانا ينطبخ ويعطي نكهة رائعة جدا للطعام وإحنا النكهات أصلا قاع ما نعمل لهم حتى قد صورت لي واحدة قديمة وافدة هون جاية الموريتان وعندها هوايات منها تجمع النكهات والبهارات في أي دولة جاتها طرحت عليها السؤال قالت ليش عندكم من بهارات تخممت هي ما عندنا بهار إحنا الشعب يبقي لا طعمة واحدة بدون مختلطة طعمة ما فيها اختلاط يبقى لا ضيفتي تبان تبغي تشارك معي يبقى لا أصلا نعود النكهة طعمتها ما تتغير يبقى العيش واحد يبقى اللحم واحد مشوي يبقى الكسرة وحدها ويبقى كسكس وحده أحيانا لا ميدو ولذلك إحنا الشعب يبقى لا ما نخلط النكهات ولذلك يمشي حد من الخارج يصعب عليه كيل وكيل للخارج بينما الشعوب تتفاخر بنكهاتها وتترك هذه من الغريب إنها في المشرق بأنها تعمل بأنها كبهار للطعام تندار في بعض الأطعمة ويعدل منها طعمة معروفة جدا ومشهورة ينقالوا المندي هو كيف ما قلت لكم تدخل سيخات اللحم مبين مع تتارك وورق تتارك وينشوى أحيانا ينطبخ وتعود جميلة جدا استخداماتها أيضا من أشهر استخداماتها القديمة اللي كانت تتارك تعدل قد حد يعملها لكم اللي فيها بأنها تضمد الجروح يقبل أي جرح يخلق والله نزف والله عاد مخيوف عليه البكتيريا ينقبل الإحاء هذاك الملس اللي شفتوا ورق اللي ملس في الورقة ويندار على الجروح ويضمدها ويمنع البكتيريا منها أيضا هي أول عامل لاشتعال النار قديما في الزمن الأول وإحنا هم اللي أيضا عملناها يعدل منها الزناد اللي قدي فيه النار تنقبض ذاك اللي منها الوين
ويندار هو أول النار وينقد ويكتشع على النار الأخرى. وطبعا وجات في القرآن بنها شجر النار، منها شجر النار ماني قد نخسر عليكم الآية حتى يقر بعد الناس كاملة تعرف القرآن اللي تعرفها، منها نزول آية نزلت على الشجر الأخضر، هذا هي تترك الشجر الأخضر، جابها ابن كثير في تفسيره، وجابها طبعا جابوها بعض المفسرين الأخرين بن هذه الشجر الأخضر اللي ورد في القرآن، وشاعلها منها شجر النار أصلا من يقعد منها النار، وهي أصلا ليعدل منها أول أسهل نبسة في قد يشتعل فيها النار هي تترك، وتم دائما خضراء وأحيانا طيح. طبعا عندها ياسر من الاستخدامات كيف ما قلت لكم، حد يستخدمها في البيئة يستخدمها في الشيء. إذا لو طلع عليكم طبعا هذه بعض النماذج من الغطاء النباتي نتعرفوا على تترك، واللي تعرف عليها أحد المشاهدين وفاز معنا الليلة بجائزة ألف 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 مبروك. هنا قبل فاصل إعلاني نرجع لكم مع ضيفتنا متميزة اللي تتحفنا الليلة بعض أيضا الصور في حياتها في ذكرتها. ايش قلت يلا الحليب سر الحياة يأتيك طازجا من المراعي الوطنية لمنتوجات الألبان طبقا للمواصفات الصحية العالمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، نحن نصنع التنمية. الوطنية لمنتوجات الألبان، جودة تستحق الثقة. تتمنى لكم صوما مقبولا وكل عام وأنتم بخير. إذا أهلا بكم من جديد. طبعا ضيفتي في هذه الليلة هي الفنانة الكبيرة والمتألقة والمتميزة ربابة مثل ما يدعي. أهلا بك. مرحبا بك سهلة. مرحبا بك وسهلا وأهلا. طبعا احنا هون نتكلم عن البرنامج معك، أنا قد شفتي نتكلم عن الصور في ذاكرة الضيف. يوم أنت وقعت تلفزتكم هاي تعرّى وارواقج. الكاميرا تعرّى وارواقج. إيه ورانا صلح. ورانا صلحنا. إذن لينا نبدون نتكلم عن شوي عن الذاكرة. صحيح صحيح، لكن عاني أنا منه دائما. تعطيني وزن، تعطيني وزن أكبر من وزن الحقيقي. أنا محتاج ما شاء الله. إذن طبعا لينا قبضوا معنا نستعرض الصور أولا ونعبد ندخل في تفاصيل الحديث وطبعا في خلال حياتك ومشوارك أيضا الإنساني والمهني. إذن كبرونا الصور. أول صورة هون فيها الفنان الكبير والموسيقار عماد. والله هاي الصورة، هاي الصورة في تونس، كانت كنا ضيوف شرف في مهرجان على مسرح قرطاج، وفاجئنا الناس كل ليلة بالحفل مباشر على الهواء، وكانت المفاجأة الكبيرة هو تكريمنا الرئيس مع الصباح، وهذا الوقت اللي كان فيه التكريم مباشرة بحضور عربي كبير وبحضور موريتاني أيضا اللي كان فيه وقتها، كان سفير وقتها. فما جميل جدا. إذا نقبل الصورة الموالية. هون في المغرب كنا أيضا صورة جميلة جدا، منادين في المغرب التكريم. هذه هدى سلطان. وهذا يمكن 2006 تقريبا. و2006 والله 2007 كنا في المغرب ضيوف شرف، وكانت هدى سلطان من بين الفنانين المكرمين، وتكرمت انا وهي في نهار واحد ذاك النهار. جميل جدا. نقبل الصورة أخرى. إذن هذه الصورة في المغرب أيضا على ما أعتقد. لا هذه في تونس. تونس. هذه هي الصورة اللي كنا على الهواء مباشرة. معايا الجوق هون ومعنا عماد مولي في نفس الوقت. وكانت ليلة تحريخية في حياتي لأنها قد بشرنا فيها صدى. تشكي تغني هون؟
هون كنت نغني ابيات لموال يعني ابيات محمد احمد جورا، تمسيك دمع العين وهو ذا روفو وتامن ومكره البين وهو مخوفو. وعليت هون هاي السهره عندي مصوره، عليت هون حضوري هون عليته مرتين والله اثنينها ما شاء الله. جميل جدا. هي ليلة التكريم قا تكريم راعي. أي معايا فنانة كبيرة ينقالها نعمات، فنانة تونسية، وهذا المجيب سنينة وزير الثقافة آنذاك، كنا هذاك اللي على سطري هو التكريم، وكان بحضور فني كبير، كان نداو فنانين حضروا ونداو مهرجان الأغنية العربية شخصيات كبار. لا هو مهرجان، احنا ضيوف شرف فيه، ضيوف شرف ما كنا. جميل جميل. اذا نقلبوا اتصال اخر او نقلبوا صوره اخرى. طبيتي على الاتصالات وانا قلت لك بين معدل شنو يعدل، قلت لك يعدل منه الاحصائيه، قلت له ننيم منهم، قلت له يعدل منه الاحصائيه، قلت لك يعدلوا منه الاحصائيه. هو سو بعد كاع يا هذا صاحب ذيك. ايوه شوف هيك الصوره. هذا مهرجان ايضا، نفس المهرجان كنت في لقاء مباشر مع هاني شاكر انا وعماد، كنا في لقاء مباشر قالوا 5 على 5 صحفي كبير تونسي معروف، كنا في نفس البرنامج، كان هو اللي عاطيني هاي الورده، بتفاجئ قال لي تفاجئت بهذا الصوت اللي تستحق تعبي، اعطاني ياسر من ذراعي. جميل جدا. اذا الصوره المواليه هون في المغرب. والله هون في المغرب كنت كنا ضيوف مهرجان في الدار البيضاء، وكنت هون نغني أغنية جديدة، وكنت هون مسجمة مع الجمهور. جميل جدا. إذا نقبض صورة أخرى. اتصالي وخليتهم لا تقول اتصالي. هذه في مالي، هذه زوجة الرئيس المالي، كانت عازمتنا في عازمة سنة في مهرجان قالوا تافالي، وكنت معانا يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الدور تشوفي صورة تمر، فيهم كارفالا وميو وتروكوندا وامي كويتا وعايشة كوني، وكنا احنا كنت ماني طامعة ابدا في يعني في الزحف الكبير من الفنانين، ما كنت طامعة ان لهنا حضورنا يلفت النظر، الا ان لان اجبرت قصة ذيك الليلة كانت غير القصص. كنا كان دوري انا الثانية، وجاتني عايشة كوني لهي تبرأ، قالت لي انا معطي لها لا 40 مينيت تقيس ماترنيتي. قلت والله، واعطيتها وقتي، وعدت انا التاليه، وحصلنا هون على الجائزه الثالثه. بالمناسبه ناداتنا هي والرئيس في القصر، احنا هون معاهم على قهوه، وكانت تشكرنا على الحضور المتميز اللي عدلنا، وعلمني انا ايضا انه ما قد شافوا فنان يعطي بلول حد اخر. جميل. وانا كل ليله اعطيت سبكتها هي لانها ظرف خاص. جميل جدا. اذا هي قاع اختي مشكله. نقولوا صوره اخرى. ايوه هذا زياره سمو الشيخه موزه متناصر مسند موريتان، هون انا وهي، هون ايضا السيده الفاطمه. هذا ردين هديتي لها؟ هذا اردين قرعته قاع هي مره قبلته مباشره. لا والله زيان عندها حتى. وكنا هون كانت الحفله مقامه على شرف، وطلبتني مباشره، طلبت الطويفيلات معايا، وهون هي وهون مولي ايضا ام كلثوم، وكانت الحفله اكثر من رائعه. وتميزت منها مولي اردين عجبها. جميل جدا. خلى اردين انا مميزه. جميل جدا. اذا نقبلوا صوره اخرى. هاي اللي قلت لك، هاي زوجة الرئيس معانا هون ليلة التكريم، وهذيك عايشة كونا، وذيك عايمي كويتا، وكارفالا، وتوري كوندا، وميوي، نجوم افريقيا، نجوم كبار يعني، ما هو شيء بسيط. جميل جدا. الصورة الموالية. هذه مع جوق الاندلس في فاس، كنا في المغرب. سير لباس اللبسة شنو؟ أنا أصلا ما كنت لباس الملحفة على صيفتي. كنت ديك الساعة نعرفك أيام زمان تلبسي شيء، رميت الملحفة. كانت الملحفة لبست طريتي شيء، قالوا رميت الملحفة والله. لا 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 لا، أنا نلبس أنا نشري ساري. أيوه. وبدل من ندير له النص الأخر نخليه ساري طبيعي. وترك فيه على طرف. ونلبس قميص طوال يديه، ونلبسه هو بطريقته هذيك. ترى كانك ديك الساعة لقيتي ياسر من النقد عليه والله. أبدا. ابدا اللي ماني فاسخه لباس، لابسه قميص كبير وداير لفتي بعد النظر، لفت النظر اصلا. إن انا ماني لافت ديك الساعه، ماني لافت النظر حتى رقيقه.
والموريتانيين يبقوا كانوا لا حد اسمي. ايه هما قاعد يقولون كنت جايتتهم. مرحبا تألقتيك ساعة ما شاء الله، انا ساعة نعم شوفك متألقة تبارك الله. وملابسك كيف ما قلت انها متميزة ما هي كيف ملابسك. لين خرج العادة عليكم الليلة بيلي دائما نظهروا كنساء ولا نقولوا لابسين من عند من ياك ما هو صالح. انا اللي نقول عني نشكر بوتيك ميئ على طريق حدا التلفزة على طريق المختار والدادة وراه رائع وزين وحد مراجعته تلبس لبسة زينة هذا التركيب من عندها وهي ملحفة نقول لها شكرا وبوتيك عامر وزين نشكرها هم اللي لبستك الليلة يلا انت مولي تمي تظهري دام شو ملبستك أبدا نغيروا الناس شوي يوم زوينة هاي صورة من 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 جريدة مجلة سيدتي كانوا طالبين كانوا طويفلات يكبوا الثاني اللي في الوتر يكفطوا وهذا ليلة التكريم هم اللي نشرته مجلة سيدتي في نفس الوقت جميل جدا عندك طاشين منهم اللي الصورة بقى طافلين خاسر عليك هاي ما اللي ما هم عالمين بها هاني حلقة أخرى تاريخ إن شاء الله جدين على طفلين شو الصورة الأخرى شو هذه ندور جاي كنتوا في داكار هون من هديتنا ندور صغيرة مالي تيهو ما معك إيمان ما أنا معايا حد ما ظهر في الصورة هو اللي أدروات هو اللي أدروات حقه الصورة هون هاتي ذيك ندور جاي واحنا هون قط كنا في سهرة وقال عدل عليها الصحفي تعليق قال لهم فنان وفنانة وأورج قداو يعني شعلوا المسرح فنان نحن لا شخصين وأورج شخصين وأورج ونشعل بالمسرح جميل جدا إذا نقبلوا الصورة الأخرى أيوة هذه في تونس هذه كنا في منادين مهرجان المسرح في مهرجان السينما في قرطاج وأنا ذا كان فيه المسرح كان فيه معناه المعرض العربي الإفريقي الأول في تونس وجاونا إحنا اللي نمشوا وعدين موريتان قالوا عنا لا نمشوا عنهم منادينا نعدلوا لهم سهرات خاصة في بعض الدول الإفريقية وفي موريتان أيضا وقعدنا معهم وعطاونا ميدالية ذهبية راهي هي اللي عندهم كان نهار كان نهار قيرتي جميل جدا يعني الكاردة ميدالية والله ميدالية ذهبية مريم زين حتى جميل زين جدا إذا الصورة الموالية هاي الصورة اللي قلت لك بينها زيادة عندي هاي صورة جميلة جدا في الحسيمة كنا مهرجان الحسيمة كان معنا صابر الرباعي صابر الرباعي ما النجم والله كبير وزادية كانت ليلة كانت ليلة زينة هذا اسم السنة هذيك دور عود شفتي انا بعد التواريخ ما هي عندي حتى غير هذا سابق لك طويلات والله طبعا سابق لك طويلات طبعا طبعا بدايه ارتباطك ما نعدت لي بعد صوره من عندي زي. من ذكرياتكم وصيتك عليها زين عندي يا اختي انا عطشانه وصحي من العود صاي من عود نتخمم الله في الفطور والله لما طان نوجه تحيه خاصه لمحمد والاسامه لانه هو اصلا مصور كبير وصحفي كبير وكان معايا في الدار وطهلي الله سبحانه وتعالى قلت له ما يمشي ما مشارك صور هو المشارك صور انا وجهت تحيه لمحمد دبش مرحبا بك استاذ مرحبا بك هو انا نقبل الصوره الاخرى هذه على المسرح في مالي السنغال دكار هاي سورانو وكانت ليله من احسن الليالي بدات من الساعه الرابعه مساء ما شاء الله وكانت مع هون مولي فيه ياسر من الفناني هذا كانت سهره ذاتيه مميزه زين حتى والله الصوره المواليه هذا سوى حد ما تمكن منه الله يقوف مانع هون في المخلوق هون معايا ضيوف شرف احنا ضيوف شرف هي اللائحه كامله علي الحجار و جنات ويعني فنانين كبار هون يعني وانا من بيناتهم هون جميل جدا هون معايا يحيى الفخراني يحيى الفخراني منين؟ يمكن في مصر يمكن يمكن في مصر جميل هي. جدا والله لبس البياض اذا الصورة الاخرى الصورة هون الوسام هذا ليلة يوم التكريم يعني جميل جدا جميل جدا اذا طبعا نسولك عن صور في ذاكرتك ما مشيتيهم لنا وربما ما صورتيهم انا عندي صوره معاك انت عندي صوره معاك انت كانت ايضا اول لقاء تعدلي كان اول سهره فنيه اول سهره فنيه تعدلي سهره فنيه بالموريتانيه صحيح
الله سهرة جميلة جدا. درعوا المشاهدين يذكروها في الإفنت في نوفمبر والله كان أول ظهور البثينة ما شاء الله بشكل وأول حاجة أول ظهور الطافلة متميز ما هي لابسة ما فات لبسة الملكة والله الحلفة تبارك الله كنتي اللي حيتي ما شاء الله اللقاء كنت رائعة مولي صحيح جدا الله أكل أنتم ما شاء الله متميزين أنت كنت رائعة وأنا مولي تفاجئت بيك تذكر أني جيت للدار وأني طرحت تسئلي على عماد ما شاء الله ملام منك ومفنك قال لي أنا بكين جيت أتذكر أني قال لي يعني خرست الصوات كاملة هذه صوتها صوت الباب أقرب لصوات الصوت الشرقي الشجن الشرقي قال لي ذاك النهار إذا نختار نصورك على صور ما شرناها نظرك ولا صور في ذاكرة ربما صورتك أنت اللي كنت تخمي تعودي عليها مستقبلا مزدت صغيرة الصورة كنت تخمي بها أسرتك مستقبلا دركان هي اللي تحققت لك ذلك سبحان الله شفتي ليش سولتيني هذا السؤال ما نعرف أنا دائما الوساني ما يعني كتنقد نعود زوجت بالعجلة في موريتان وده ما شاء الله بين ياسر من الناس المحترمة لكن كان في ذاكرتي وفي راسي دائما عني لا أنا فنانة ماني ما تقد تعود مني ست بيت طبيعية ما قد خممت بصورتك أنك معتزلة لا 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 أبدا أبدا يقر إحنا قاع عائلتنا أنا منين يتمكنوا الطافلات من الفن ومكانهم اندرانا لان نعود أبار بيقول لي ما أبالي عن اللي انتم دائما شنه الصورة لترسمي للطافلات تذاكرتك؟ أختي زمن تغير أنا نرسم لهم كنت في حياتي مستقبل زاهر نبقي لمرأة سابق تزوج تعود تقبض مكانتها أنا في رأيي أن المرأة أو البنت منين تزوجت سابق تقبض مكانتها يمكن ذاك يخسر عليها ياسر من مستقبلها نختار البنت هم صورتين معناها ايه هم صورتين ذاك نختار البنت تقبل هذا بالنسبه صوره الاستقرار وصوره الفنانه طبعا انا استقريت الحمد لله رب العالمين على الطريقه لاني احلامي كانت يعني من هو الشخص اللي قد يتحمل لبابه فنانه ومجتمعنا كفنانين تعرفي عنهم يا اما اسره تقني في بلد واحنا عائلتنا اللي فيها من شي قني صايب نقد نقول والله خالد قال لي اخوتي ما عندي معناها عني ما والفنانين الاخرين كلهم لا يا اما الطريقه اللي انا نحلم بها تقد تعود ما تصادف الشخص اللي عني الحمد لله فنانين كبار محترمين وانا ماني ماني ما هم اقل من لا مو قصه اني خايفه دائما اني عد الروايه ونفشل فيها اني احتمال الى زوجت يعني بطيك الطريقة نفشل هذه هي نتخمم فيه وياك الفشل اللي قد يعقب أمي علاش أني يعود عندي الشاشرة يدركوني وتعبوني ونعود ذا كامل يدخل بعضه بعضه ويخسر ذا كامل مرة واحدة أنت ما يتصابرة وقاعدة عند خيمتنا وماني متخمقة في فيديو وفي من ده والله إلى عاد في صهرة نمشي مع أخويا محمد نوجه له تحية راهو صايم بعد ودعت المولان وبيرك وجعوا قاسي شوحت ونتخمم في حياتي كأني أنا على مسرح وإني مسافرة وإني ناجحة وإني يعني اللي وفعلا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الصورة تحققت الحمد لله الصورة المنشودة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إذن طبعا الصورة اللي كنت راسمها العماد وتغيرت شنو هي عماد قلبي صريح أصل صريحة ما شاء الله عماد شي واحد قلبني قدره فيه قلبني نعدل منه موريتاني 100% هو موريتاني وأخلاقه عالية ما شاء الله وطبيعته هو شخصية إلا أنه وكيله لا وكيله هو الخاص يعني مثلا وكيل نحن أنا قصدت أنت تطبخي له طبخة خاصة طبعا سمك مشوي وخضر مشوي وفي نفس والدراعة هذه قلبني عندها البسها مره منين نعودوا نمثلوا موريتان خارج كنت تدوري صوره موريتان 100% لا انا كنت ندور صوره موريتان 100% نعود كاع وحال سابق يجيني انا يبقي هو بتميزه وبطبيعته وبخلي لا انه عنده حياه انا ما هي شينا عندي يعني ما هي من الامور اللي سوى عليا تتغير لان الانسان منين تلا يتغير في شيء صالح ولا يتغير تغير لا شيء ما هو صالح وهو الحمد لله جميل جدا اذا طبعا تقبل الاخر بذا كامل طبعا اهم شيء اذا الصوره اللي تكرهي تشوفي عليها احد من اهلك والله قاربك والله نكره الخداع نكره الكذب نكره الانسان اللي تعودي تبغيه وما يباد لك ذاك الشعور متسامحه انا في حياتي متسامحه
ونصبر. أنا نقول عني مليكة الصبر، نقولها أنا عني اللهم ولك الحمد، إني نصبر حتى إني أحيانا نتفاجئ بالخاسر من أشخاص ما ونساها بسرعة، نساها بسرعة الحمد لله، وماني ماني ماني ما ما يعني متسامحة مولي ناس مرة فيهم مرة قطقات لي ياسر مش فاين قال وقدام الناس والخلق لا في امور تعرفي السياسه ذيك الساعه وانت حمراء وانت خضراء وانت كذا وشبعتني كلام قاصر وفي وقت ما هو وقت وصبرت لها يا غير بعد تميت الله في اخلاقي عن هذاك اللي قالت ما ينقال انا قد نقول ولا تعرفي عني قد نقول يا غير لا ما نقيته ويسجل عليا سكتته انت مرة ذاك بياسر في نفس حكمه نفس المكان ونفس الحفل شبه نفس الحفل الانتخابات وما الاول هي عاد ترافده نفس الصوره اللي كنت انا معاها وكنت نقني لها يا كان ولا وسكتت وما تكلم ماني عالم الينا جات وتسول عن الطويفيلات وفطوم طويفيلات وكذا كذا 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 نسيت انا ذا كامل وسوف عندي ذا كامل تعرفي يعني نضعف قدام الصالح نضعف قدام شي صالح يعود حد معدل لي ياسر من شي خاسر ويبادرني قد ما تقال الراتب شو صالح ننسى الخاسر مباشرة. شنو الصورة السرية اللي في طبيعتك انت تقتين ايجابياتك غير هم الصورة سرية اللي بابا متلمي الدح ما تبقى حد يشوفها ما بقى حد يشوفها ربما معنوية ربما كيف ما في صورة تقتين صور ايجابية كالصبر كالتميز ككل صورة في ما. صورة في روحك انت ولا صورة لو صورت ما تبقى حد يشوفها ما بقى حد يشوف اقرب الناس لكم تبقى يشوفها ما انا ما عندي شيء ما هو واضح ما عندي امورك واضحه صورك واضحه نبقي ما نبقى حد يشوفني يعني في حاله ما زينه يعني نبقي نعتل لا الوجه زين مني نعود حاسه عني تعبانه حاسه عني بداخلي في شيء مؤلمني مثقل علي نتروق ما نبقي نظهر حتى ما تبغى تظهر القلق صوره القلق منين صوره التوتر منين يفرضوا علي الحال مثلا جماعة تفرض علي وأنا من داخل أبكي كما يقولوا فرع علي نضحك وذاك ثقيل عليك نحس عني نضحك وأنا مانك ضحكة من جميل جدا من صورة القلق للشخص القلق وهي طبعا صورة طبيعية في أي إنسان الإنسان هذه الحقيقة هذه صورة إنسانية نعود وأحيانا تعرفي خرصي لكي تلفونات تلفن لك حد وانت ما تعرفي الحال اللي انت فيه شنو أقول لك ايوه شطره يضل مرات ايش خليك انت ابني ونعود انا ما قد تكوني شاوبه بصفه محترمه مطابقه لكن احيانا نحس يعني ان هذا امر الله جميل جدا اذا جميلين شكرا لك على رحاب صدرك شكرا طبعا متعودين دائما ان شاء الله شبوك صريحه وتردي ياسر من الامور وتعرضي ياسر من الامور اللي ما كل حد يعرفها حقيقه يعني لو كل حد يقولها اذا شكرا جزيلا للفنانه المتميزه والكبيره لبابا متلمي الداح نلقاكم بعد الفاصل وبقيه المسابقه حليب سر الحياة يأتيك طازجا من المراعي الوطنية لمنتوجات الألبان طبقا للمواصفات الصحية العالمية الوطنية لمنتوجات الألبان نحن نصنع التنمية الوطنية لمنتوجات الألبان جودة تستحق الثقة شيب جدال تتمنى لكم صوما مقبولا وكل عام وأنتم بخير إذن أهلا بكم من جديد وطبعا عندي الليلة السؤال الأخير في الحلقة لهي نقول لكم سابق تبدأ اتصالاتكم ياك عود سهل عليكم دي لي الصورة
إذن طبعا هذه معركة من معارك أبطال المقاومة، كانت آخر معركة انهزم فيها المستعمر. وطبعا شن هي آخر معركة اللي انهزم فيها المستعمر وأين؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الأول من السؤال من الثاني من السؤال، شن هي الشخصية اللي مهمة اللي قتلت أثناء المعركة من طرف طبعا من جانب المستعمر أيضا؟ وأعطوني أول اتصال. تفضلوا. تفضل مشاهد. تفضلوا. تفضل مشاهد. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. مرحبا بك، ما شاء الله الحمد لله. شو مواسي؟ إذن السؤال المطروح، شن هي آخر معركة، آخر معركة من معارك المقاومة وأين؟ والشق الثاني من السؤال، أنت فوز جاوب على السؤال الأول، نعطيه لك. لا خطأ، خطأ. إذا نقبل اتصال آخر. آخر معركة. تفضلوا. تفضلي، مرحبا بك، ياك لباس. مرحبا بك وسهلا. قولي لي آخر معركة من معارك أبطال المقاومة ضد المستعمر شنهي وأين؟ هذا الشق الأول من السؤال. والشق الثاني من السؤال، شو تكبد المستعمر من الخسائر، شخصية مهمة قتلت أثناء المعركة مع المستعمر. تفضلي. انتي معانا، انتي مستي معانا والله. إذا انقطع الخط، أعطوني اتصال آخر للأسف. والسؤال ما زال مطروح، آخر معركة الأبطال المقاومة ضد المستعمر شنهي وأين؟ والشق الثاني، من هي الشخصية اللي قتلت أثناء هذه المعركة؟ كان طبعا هزيمة المستعمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا. خط انقطع. تفضل تفضل، مرحبا بك. سمعت سؤالي. آخر معركة أنا جاي معركة وجان خروب. وزيان خروب. لا خطأ. ألف وتسعمية واش؟ وني ولد. و؟ ألف وتسعمية وني ولد. ألف وتسعمية؟ واثنين ولد. واثنين ولد. لا ذيك ذيك التاريخ صحيح يا قرمه، هي وزيان خروب. هو ألف وتسعمية ولد. ما عرفنا ما وزيان خروب. إذا أنت اتصل بي مرة أخرى خطأ. مرحبا بك وسهلا. مرحبا. إذا نقبل اتصال. تفضلوا. سؤال مطروح، شن هي آخر معركة خاضها أبطال المقاومة ضد المستعمر، تمت هزيمة المستعمر، اسمها وأين؟ سامعتيني؟ أعطوني اتصال وخلعت الخط انقطع. نأسف لانقطاع الخط. إذا نقبل اتصال. تفضلوا. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. لا. شنو؟ انت معك البرنامج؟ ايوه طيب 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 هالك، انا ما طيب السؤال. ما عرفت بويشيش؟ ما عرفت بويشيش، خطأ.
مرحبا. مرحبا بك وسهلا. آخر معركة انتصر فيها الأبطال المقاومة وكانت طبعا سنة 1900. إن شاء الله ما عندك مشكلة. مرحبا بك وسهلا. مرحبا بك وسهلا. إذا طبعا الوقت أصبح لصالح. سؤال ما زال مطروح غدا إن شاء الله. جاوب عليه غدا، تبحثوا عنه وجاوب عليه وحلال عليكم الجائزة. طبعا بما الوقت أصبح لصالح المسابقة الكبرى لأن توعدوا معكم ماركو. قال السؤال مازال مطروح غدا، تقولوا لي ثلاث أجوبة. شنو هي آخر معركة انتصر فيها أبطال المقاومة؟ وأين ومن الشخصية المهمة اللي قتلت أثناء هذه المعركة؟ والسؤال مطروح للغد بحول الله بعد منتصف الليل. نلقاكم للقاء.